بنا نختم 2020 بخبر باهي. أموانا لقاو أنه فما تونسي باش يشارك في مسابقة عالمية للعزف على البيانو, والطفل التونسي هذا في عمر 10 سنوات, دونك يمثل تونس في أكبر مسابقة عالمية في سويسرا للعزف على البيانو, يتنافس مع خيرة العازفين في العالم وخاصة المدرسة الروسية اللي باش نحكيو عليها أكثر تفاصيل. معنا بالتليفون الموسيقار والعازف التونسي عازف البيانو سي مهدي سترابلسي. صباح النور. وي عسلامة سي أسامة. بارك الله فيك. عسلامة سي صفية. مرحبا بك مولانا. عايش وي دونك وي سي ان سي ان لان دي غران كور ما تاكي سي فريمون لان دي غران كونكور حتى في ان نيفو قوي ياسر. انا تفرجت في لي فيديو نتاع الصغيرات سي فريمون لو نيفو اي تري تري فور. وعندنا دونك امير محمد امير المهذبي اللي مشارك في الكونكور هذا, دونك انا استاذ وفريمون سي اون فيرتي معناتها بور يعني لا تونيزي معناتها الوحيد يعني من القاره الافريقيه يعني مشارك في الكونكور هذا اينا كو 10 ans دونك كما قلت فوالا دونك خلينا نحكيو شويه على الكونكور هذا معناتها المسابقه هذه كيفاش باش تصير, معناتها مسابقه باش يصير فيها معناتها عن بعد باش يعمل امير فيديوهات ومن بعد باش هو باش يحاول انه يبعث الفيديوهات نتاعو, كيفاش تصير بالضبط المنافسه هي فوالا هي اكسيبسيونيلمون في الكوفيد 19 نورمالمون كانت معناتها سيستان كونكور او بريزونسييل وتمشي الغادي دونك لنا حلوا هما الكونكور هذا اكسيبسيونيلمون سيت اني باش يتعمل لا ديستانس عن بعد دونك لي كانديدا يبعثوا لي فيديو نتاعهم يسانسكريبو يبعثوا لي فيديو دونك فيها دو فاز فما الفاز الاولى هذه دونك قبلوهم شي يشارك في ما تقبلوا سون دوسي بور لا سيت بروميير فاز المرحله الاولى اللي يشارك فيها ولا المرحله الاولى والمرحله الثانيه في فيفري جو بونس من بعد لي فوا ياخذوا لي فيناليست ان سيرتان نومبر دو كانديدا يعطيو بروغرام اخر يحضروه بوندون لي دو موا للمرحله الثانيه ونورمالمون المرحله الاولى مازال ريزولتا يخرج ديسي كلكو جور معناتها مازال معناتها تخرج النتيجه نتاع المرحله الاولانيه يتعدى للمرحله الثانيه اللي باش تكون في فيفري دونك فيفري 2021 جانفي ولا فيفري فان جانفي جو بونس سي ديبي فيفري جو دوا فيريفي مي حاجه هكا باش يشارك امير معناتها امير المهدي باش يشارك معناتها المقطوعات كيفاش تكون هما فوالا دونك شارك هما سكون دون معناتها اون امبوز 3 بيس ديبوك ديفيرونت هو عنده اون بيس من القرن الثامن عشر دونك بيس سونات دو سكارلاتي من القرن التاسع عشر دونك شوبان خذا اون فالز دو شوبان اي القرن العشرين اون سوناتين دو ارام خاتشاتوريان فوالا فوالا سي ريبرتوار كلاسيك فوالا هو التكوين نتاعو استاذ كيفاش؟ التكوين هو بون انا اون فيت جو لي ريسامون موا دوكتوبر رجع من ايطاليا كان في ايطاليا يقرا دونك التكوين معناتها في ايطاليا معناتها التكوين نعم في ايطاليا معناتها التكوين نتاعو في ايطاليا كان في ايطاليا وجيسني لتونس دونك سي انستالي ا تونس دونك فوالا دونك جو لي بري اون شارج وقري فيه دونك توا في معناتها بور اي جو لو سوي معناتها ريسامون تعملوا في التأطير معناتها في التأطير فوالا فوالا في التأطير خلينا نسألك على المشاركين اللي باش يشاركوا معناتها في المسابقة هذيا معناتها من جميع أنحاء العالم معناتها من مختلف الجنسيات البلدان بون اي بيان سور جميع أنحاء العالم فما وسيرتو ليكول روس وما أدراك ليكول روس المدرسة الروسية عندهم تخي غرون نيفو فما من أوروبا من أستراليا فهمهم جميع أنحاء العالم معناتها بلدان عندها ثقافة نتاع العزف على آلة البيانو ديجا معناتها كي نحكيو على روسيا بار اكزومبل وي يعني ثقافة كبيرة ومدرسة عريقة يعني روسيا ولو نيفو اي تري تري فور فوالا ونحن عندنا يعني لي كاباسيتي ونا دي زونفون
لازم جست نتلاهو بيهم شوية هكا نبعثو لهم شوية تربوسات بالخارج و اون دي 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 زونفون دوي فوالا اي ما شاء الله هو الحق احنا ترى انا بحكم تجربة اولادي كلهم يزون الدبلوم دا ميوزيكال لاب الحق انا لاحظت اللي يعني التكوين في البيانو لانه البيانو حتى الاوكتاف نتاعو اكثر وغيره يفتح افاق كبيره جدا على مستوى العالميه العود بيان سور يقعد انكونتورنابل وغيره مي شوف في اوروبا التكوين يرتكز على البيانو وي بون هو خاطر البيانو سي لانسترومون de base يعني في ال مو بحبش نقول الانسترومون روا خاطر الاخرين تو يترشح لي مي هو الباز نتاع الكومبوزيسيون ميوزيكال خاطر يمثل الاوركستر كامل مصغر في كلافيي دونك سي لان دي انسترومون لي من الالات الموسيقيه المهمه برشا ديجا اللي في معناتها اللي تعبر على اللونجاج ميوزيكال اوكسيدونتال سوسي دي بيان سور يا لو فيو non le violoncelle donc elle est de صعيبه مع مع البيانو بيان سور c'est les trois instruments les plus difficiles استاذ بقطع النظر تاو على المسابقه والمشاركه خلينا نحكيوا بصفتك كمكون اهميه تربيه الاطفال على الموسيقى على معرفه الموسيقى على اتقان العزف على مستوى البيداغوجي على المستوى النفسي وتفيده زاد نهار اخر بعد اذا كان تحصل على الشهاده وما قاش شغل زاد خلينا نقولوا ينجم بالمعرفه الموسيقيه والخبرات اللي اكتسبها تكون تفتح له اكثر ما يمكن من باب الشغل ولا حتى يمارس هوايته في وقت اخر اي قبل كل شيء من الموسيقى سي تكون الشخص العبد لا بيرسوناليتي قبل كل شيء من بعد هذيك سي بيرسونيل يحب يعملها كمهنه ولا مانيش كمان هذيك ابري سي بيرسونيل مي هي الحق معناتها سي ماذا بينا ماكسيموم يفو ديموكراتيزي معناتها لونسينيمون ميوزيكال هذا اللي تعميم ماذا بينا تعميمه دايوغ نحن نحكي في سويسرا والكونكور في سويسرا في سويسرا في الكونستيتيوشن تاعهم موجود في الدستور الموسيقي اجباري معناتها سي بوغ دير لامبورتونس دستوريا معناتها اجباري اجباري في الدستور نتاعهم في الكونستيتيوشن